بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نحكي إن شاء الله بإذن الله عن الدالة الثانية من دالة تحويل أنواع الأعداد في بايثون، والدالة الثانية اسمها float x. شكلها بيكون كالتالي: float وبين قوسين هنكتب x، وكالعادة الفلوت الدالة دي بتكون من جزئين. الفلوت ده بيكون عبارة عن الفانكشن نيم أو اسم الفانكشن، والإكس ده بيكون عبارة عن البارامتر أو عبارة عن القيمة اللي راح يتم تمريرها علشان أجري عملية من نوع معين على الفانكشن دي أو الدالة دي. طيب وظيفة الدالة دي ببساطة إنها بترجع قيمة العدد اللي راح يتم تمريره جواها، اللي هو مكان المتغير إكس، لكن من نوع أو على شكل أو من الطيب فلوت، اللي هو طيب عدد في كسر عشر. تيجوا كده نشوف بمثال إيه اللي راح يحصل. اللي عندنا بيكون عرفنا متغير اسمه x، اسندنا له القيمة 3 وكعدد صحيح، وبعدين قلنا print float من قيمة x. تمام كده نشوف الديباجينج هيحاول يطلع لنا النتيجة ازاي. هيروح مطلع لي 3.01، فبالتالي لو انا سرشت الطيب او حاولت استخدم الفانكشن طيب، المفروض ان الدالة هيبقى نوعها تقريبا كده في الحال ده عبارة عن float، لان النوع او خلينا نقول ان تم تحويلها من integer لفلوت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.